بسم الله الرحمن الرحيم، يا أهلا وسهلا، أهلا بيكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن إزاي تحصل على شهادة من ويب سايت كورسيرا بشكل مجاني بالكامل. موقع كورسيرا من المواقع القوية جدا على مستوى العالم، اللي فيها جامعات قوية جدا بتقدم كورسات قوية جدا. وأعتقد طالما إنك ضغطت على اللينك ده فأكيد أنت أصلا عارف يعني إيه كورسيرا، وبتدور إزاي تجيب الشهادة بتاعة كورسيرا بشكل مجاني. خليني أقول لكم في البداية، كان في ناس ممكن تبعت تسألني تقول لي مثلا إحنا عايزين إحنا ناخد شهادة الكورس ده، ممكن نعمل ايه على ايدكس مثلا؟ فاقول لهم هو انتوا هتعملوا ايه بالشهاده؟ يعني ايه لازمه الشهاده؟ يقول لك مثلا انا علشان اكتبها في السي في بتاعي. فاقول له انت ممكن فعلا تكتبها في السي في بتاعك، يعني انت مثلا لو اتعلمت البرمجه وكتبت في السي في بتاعك انك اخدت اونلاين كورس عن البرمجه، الشخص اللي هيشوف السي في بتاعك يهمه انك في الاخر بعد ما تقول له ان انا اتعلمت البرمجه تقدر انك تطبق فعلا الحاجات بتاعت البرمجه، ولو طلبت منك تاسك متعلق بالبرمجه فعلا انك تكون شخص كفء انك تعمل التاسك ده. ولكن مع تغير الوقت في مرة المرات شفت أكتر من لينكد إن بروفايل حاطين الشهادات بتاعت كورسيرا في البروفايلز بتاعتهم، فحسيت إن إحنا دلوقتي أنا مثلا لو أنا بفهم في السيستماتيك ريفيوز والميتا أناليسز، أنا مثلا أخدت الكورس بتاع السيستماتيك ريفيو والميتا أناليسز الموجود على كورسيرا بتاع جونز هوبكنز، ولكن من فترة زمنية طويلة وخلصته وكمان عملت الأسئلة الموجودة فيه. ولكن لما جيت ابص على بعض الاشخاص اخدوا نفس الكورس برضو، فتحس ان هو احنا في العصر اللي احنا فيه ده عصر فيجوال، يعني عصر عايز يشوف الدليل انك اخدت حاجة زي كده يديله شوية ثقة. فالشهادة رغم ان هي ممكن تكون موضوع يعني ملهوش اي قيمة في السكيلز بتاعتك او في المهارة بتاعتك، ولكن مهم جدا في الجزء بتاع البيرسونال براندنج، في جزء بتاع التسويق الشخصي ذات نفسه. فعشان كده قررت ان انا اصور الفيديو ده على اساس ان انا اشارك معاكم ايه الكلام اللي بيتكتب فيه الفاينانشال ايد. الفاينانشال ايد بيتم ازاي، هنفتح كل الابليكيشن واوريكم حتى التكست اللي انا كتبتها في الابليكيشنز بتاعتي والشهادات اللي انا اخدتها بشكل مجاني بالكامل. قبل ما اوريكم الحاجات دي بتتم ازاي، ما تنساش تشترك في القناة، ويلا بينا. طيب زي ما احنا شايفين ده كده الهوم بيج بتاعتي، ده الكورس مثلا بتاع السيستماتيك ريفيو والميتا اناليسز. لما تدوس فيو السيرتيفيكيت فهتبص تلاقي ان احنا كومبليتد وجايب 94.9، فدي السيرتيفيكيت بتاعتي تقدر انك تعمل لها داونلود وتقدر انك تعمل لها شيرنج على لينكد ان وعلى الفيسبوك وعلى الحاجات دي كلها. خلينا نختار مثلا الكورس ده فاونديشن اوف ديجيتال ماركتنج اند اي كوميرس، ده كورس اهو. لما بتدوس على الصفحه بتاعت الكورس زي ما احنا شايفين هنا بتلاقي ان هو انرول فور فري، انك تقدر تتفرج على الكورس ده فور فري، والانستراكشن او الانستراكتور ده من جوجل ذات نفسه، جوجل كارير سيرتيفيكتس. فهتلاقي هنا في كلمه كده صغيره خالص اسمها ايه، اسمها فاينانشال ايد افيلبل. دي الجزء اللي انت هتفتحه، تفتح الصفحه الرئيسيه بتاعت اي كورس، بعد كده تروح داخل على الفاينانشال ايد افيلبل. ان الابلكيشن بتاعت الفاينانشال ايد تقريبا بتاخد 16 يوم، هتروح تدوس كونتينيو تو ابلكيشن. طيب هتلاقي هنا الابلكيشن بتاعك اهو، الايديوكيشن بتاعتك، تروح مختار الايديوكيشن انك مثلا معاك شهاده جامعيه. الانكم بتاعك، الانكم بتاعك ده هنفترض ان احنا حاطين 24000 جنيه، يعني بمعدل 2000 جنيه شهر، وده رقم قليل خالص. تقدر تختار من هنا الاول ان هو الاي جي بي اللي هو الجنيه المصري، وبعد كده تروح حاطط الانكم بتاعك، عايز تحط اقل، عايز تحط اكتر، عايز تحط نفس الرقم، ما فيهوش مشكله. الامبلويمنت او التوظيف، لو انت شغال اكتب انك شغال فول تايم او بارت تايم او حتى ستودنت او ان امبلويد. انا حاليا يعني فريلانسنج، فما فيش حاجه زي كده متاحه هنا، فاخترت ان امبلويد. فهتلاقي هنا اصلا حاطط لك الريزن اللي انا كنت كتبته قبل كده. هو بيحتاج 150 كلمه على اساس انك تدخل في الخطوه اللي بعدها. فلو جينا بصينا هنا في ال 150 كلمه بتوعي، وانا بكتب ال 150 كلمه دول حاولت ان انا يعني اقول لهم الحقيقه. احنا هنا في مصر الدولار كل يوم بيغلى، فاحنا مثلا عشان ندفع مبلغ بالدولار، اولا احنا ما فيش امكانيه ان احنا ندفع بالدولار بعد وقف الكريدت كارد والمعاملات بالدولار. فعلشان ادفع بالدولار محتاج ان انا اكلم حد من بره مصر، او محتاج ان انا ادفع بكريدت كارد، وعشان اعمل كريدت كارد محتاج تفاصيل كتير. طيب علشان انا ادفع بالدولار محتاج ان انا اكلم حد بره مصر، والشخص ده هياخد مثلا الدولار بالسوق السوداء، فهو مش ب 30 جنيه هو ب 50 جنيه. فتيجي بص هتلاقي ان هو حاجه لو ب 100 دولار هتلاقي عامله 5000 جنيه، وده رقم ممكن يكون كبير على البعض، وخصوصا برضو ان اغلب الكورسات بتاعت كورسيرا كورسات في الانترودكشن، فممكن ما يستاهلش ان يدفع عليها رقم كبير زي كده. فهتلاقي ان في تفاصيل كتيره جدا، كل التفاصيل دي هي تفاصيل حقيقيه، احنا ما
بنضحكش عليهم، ما بنكذبش عليهم، احنا عايزين نقول لهم كل التفاصيل دي. فاحنا هنا نقول لك ان الريزن مثلا اللي انت اخترت الريزن يو ابلايد فور ذا ايد، كتبت دير سير ام رايتنج تو كذا كذا كذا، ممكن تقراوها براحتكم، ان انا خريج من كليه العلوم جامعه عين شمس، وعندي كام فيديو على اليوتيوب بيتكلم عن سيستماتيك ريفيو. ده مثلا ده كان كلام كاتبه في الجزء بتاع السيستماتيك ريفيو. يعني مثلا احنا لو فتحت هنا كده، فتحت البيرشيز بتاعتي، الحاجات اللي انا اشتريتها، بعد كده انا هتلاقي ان انا ما اشتريتش اي حاجه خالص. ندخل على الفاينانشال ايد، هتلاقي ان انا عندي اربع كورسات زي ما احنا شايفين كده، كل كورس دول $50 وده ابروفد. فده مثلا بتاع السيستماتيك ريفيو، ده بتاع بالكانسر اوف بيولوجي، والثلاثه دول كتبت لهم نفس الاجابات. يعني الثلاثه دول كده زي بيسموها سبيشاليزيشن، الثلاثه دول كتبت لهم نفس الاجابات. لو بصنا شفنا الابلكيشن تلاقي برضو نفس الكلام بالظبط، والدير سير ام رايتنج كذا، انا مهتم بالكانسر و I have two publications. وتفر بقى الكونتنت ذات نفسه، لو احنا جينا بصينا هنا هتلاقي ان هو الانكم بتاعي تقريبا $770 سنويا، وده رقم قليل جدا ان انا ادفعه هنا في مصر. انت تقدر تدفع قد ايه في الكورس؟ بقول له ان انا اقدر ادفع صفر، انا مش هقدر ادفع اي حاجه خالص في الكورس. بعد كده بتقول كلام فيري سيميلر للكلام الموجود هنا فوق، ام سباينال ريسيرش اسيستنت ومهتم بمجال البايوميديكال ساينسز، وعايز يعني الشهاده زي كده على اساس ان انا اضيفها في السي في بتاعي. ممكن تقول لهم مثلا ان انا عايز اضيف الشهاده دي في لينكد ان، ممكن تقول التفاصيل دي كلها. وكمان لو انت مش عارف تجيب تفاصيل، يعني ممكن اسيب لكم الانسرز دي في الديسكريبشن، ممكن تكتب بكل بساطه خالص في جوجل بورد لو انت ما تعرفش تستخدم جوجل بورد. يعني بدل ما نقول كلام نظري، خلينا نفتح مثلا جوجل بورد، ودي تقريبا تاني مره اشرح فيها جوجل بورد، شرحتها مره في طريق كتابه السي في، دي فكره ازاي تستخدم الاي اي ذات نفسه. فلو انت مهتم ممكن اسيب لكم اللينك بتاع السي في في الديسكريبشن. ولكن هنا على سبيل المثال بتكتب مثلا I need to apply for financial aid on Coursera and I need to show them that I cannot afford the fees of the course because Egypt is a low income country and this course will help me a lot in my career. عايز تقول له بقى ان ايه، write an answer in 150 words، 150 كلمة. تروح دايس انتر كده. انا اول مرة اجرب الموضوع ده، لان انا في الغالب بكتب الحاجات اللي انا يعني عايزها. انا عايز مثلا كورس الكانسر بيولوجي عشان انا مهتم بالكانسر، عايز كورس السيستماتيك ريفيو على اساس ان انا مهتم وعندي اكسبيرينس في السيستماتيك ريفيو. طيب زي ما احنا شفنا هنا بقول لك هنا 150 كلمة اهو. My name is مثلا تحط اسمك، and I reside in Egypt, a beautiful country facing economic كذا كذا كذا. بعد كده تروح حاطط اسم الكورس هنا، the cost of this course significantly outweighs my current income، ما اقدرش ادفعه. و however تحط اسم الكورس، وده هيفيدني في مجموعة من السكيلز والكارير بتاعي. يعني كل ما في الامر هتعدل بس الجزء ده وهتحطه في الابلكيشن بتاعك بكل بساطة خالص. في حاجة تانية برضو ان هو لازم تستنى تقريبا 13 يوم على اساس ان هم يردوا عليك في الفاينانشال ايد انك ابروفد، تقدر ساعتها تاخد الكورس وتمتحن الامتحانات بتاعة الكورس وتاخد حتى السيرتيفيكت وتعملها شيرنج في اي مكان بشكل قانوني وبشكل رسمي. اعتقد الليمت بتاعك تقريبا 10 كورسات تقدم عليهم مرة واحدة، فيعني ممكن تروح مقدم على 10 كورسات بتاعة الفاينانشال ايد بنفس الخطوات كده بالظبط، بتغير اسماء الكورسات وتقدم، وبنسبة كبيرة جدا تكاد تكون 100% كل الابلكيشنز اللي بتبقى من مصر بتتقبل. في نهاية الفيديو اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش بقى تشاركوا الفيديو وتشتركوا في القناة، ونشوفكم في فيديو تاني. سلام عليكم.